السلام عليكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى غير العادة صور لجنديات جزائريات ألهبن حفل تخرج بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشلة، وأبهرن القائد العالي للقوات المسلحة وكذا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شانقريحة. وللإشارة أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء بالأكاديمية العسكرية لشرشلة الرئيس الراحل هوارب مدين على الحفل السنوي لتخرج الدفعات. وقد أعطى الرئيس تبون الموافقة على تسمية الدفعة المتخرجة باسم المجاهد المرحوم عبد الحفيظ بوصوف والمدعوس المبروك والذي وافته المنية سنة 1980 عن عمر نهز 54 سنة بعد مسار ثوري ونضال حافل بالتضحيات في سبيل الوطن.